أطلق صباح اليوم وزارة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوي عبر الهيئة الوطنية لأمن الطرق ونازير ورشة تدريبية لصالح أجهزة شرطة المرور وقوات الدرك الوطني وجهاز السلك القضائي. تهدف الورشة التدريبية إلى تطبيق قانون المرور الجديد الذي تم اعتماده مؤخرا في تشاد، بغية تعزيز مهارات موظفي شرطة المرور وقوات الدرك الوطني وكذا جهاز السلك القضائي. تأتي ورشة العمل في إطار الحملة الواسعة النطاق تحت عنوان احترام القانون إنقاذ حياة. تهدف هذه المبادرة إلى الحد من حوادث الطرق التي تعد أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في البلاد. ترأس حفل الافتتاح الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوي جيون هيلوران. خلال كلمته الافتتاحية أكد نائب المدير العام للهيئة الوطنية لأمن الطرق حسن إبراهيم على أهمية العمل الجاد بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية بسلامة أمن الطرق، وفقا لما ورد في حديث يعد هذا التعاون ضروري لتنفيذ الفعال للقواعد الجديدة لقانون المرور. خبير السيارات واستشاري سلامة الطرق بصفته المدرب الرئيسي لهذه الورشة أوضح بأن التغيرات الرئيسية التي تم إدخالها على هذا القانون الجديد مهمة، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى الوعي ليس فقط يخص المهنيين ولكن أيضا يشمل السائقين أنفسهم، جازما على الدور الهام الذي تلعبه أجهزة شرطة المرور وقوات الدرك الوطني الذين سيكونون في الخطوط الأمامية لتطبيق هذا القانون الجديد، مضيفا بأن سلامة الطرق لا تكون فعالة إلا إذا كان السائقون على دراية بالمخاطر والمسؤوليات المرتبطة بالقيادة. الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوي أثناء خطابه أشار إلى أهمية هذا الإصلاح لسلامة الطرق، وشدد على أن تطبيق القانون الجديد لسلامة الطرق أمر ضروري للتكيف مع قواعد المرور الجديدة للبلاد. تجدر الإشارة إلى أن هذا التدريب يشكل جزءا من التغير العميق في مجال سلامة أمن الطرق في تشاد.